أشدها وأخطرها فيما أعلم الإعراض عن طلب العلم والتفقه في الدين، الإعراض عن تدبر القرآن الكريم، هذه من أخطر العوائق عن الاستقامة على طاعة الله، كونه يغفل ويعرض عن تدبر القرآن الكريم وعن طلب العلم على أهل العلم، حضور حلقات العلم والعناية بسماع خطبة الجمعة المحاضرات الطيبة من أهل العلم، هذه من أعظم الأسباب في عدم استقامته وعدم ثبات الحق وعدم توفيق الله له. وهكذا صحبته الأشرار وعدم صحبته الأخيار، هذه أيضا من العوائق الشديدة عن الاستقامة والحق. يقول: هل الجهاد أفضل من طلب العلم؟ طلب العلم أفضل من الجهاد وهو من الجهاد، ما في أفضل من طلب العلم لمن وجب عليه ذلك، لا جهاد ولا غيره. العلم هو أفضل ما يسعى إليه الإنسان، ولهذا أمر الله به قبل كل شيء وقال: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل الأمر بالعمل الذي هو الاستغفار وما يتبعه. ثم العلم آلة والعمل هو الثمرة. والجهل هو أساس الضلال كله، كون الإنسان يجهل. والجهل يكون على نوعين: جهل يسمونه جهل بسيط، يعني يجهل الأشياء ولا يعرفها، وجهل مركب. الجهل المركب يظن يجهل ويجهل أنه يجهل، يعني يكون جاهل ويظن أنه عالم. وهذا كثيرا ما يحدث للناس، كما أخبر الله جل وعلا أنهم يحسبون أنهم على هدى وهم ضالون. هذا الجهل المركب الذي يحسب أنه على هدى وهو في ضلال، والناس لا يخلون إما هذا أو هذا. والأول يسمى الجهل البسيط، والثاني الجهل المركب، يعني جهل مع جهل، وهذا أعظم وهذا أبعد أيضا عن الاهتداء، صلى الله عليه وسلم.